السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا فسفوريات النهاردة. قال لي المخرج بعد ما نخلص هنطفي النور وننور في الضلمة. قلت له لا مش قوي كده يعني. مش نرفزنا. طيب. عندي صينية جمبري بلطي بالخضار. جمبري بقشره وسمك بلطي، خضار مشكل، كوسة وقرع وبطاطس وجزر وبصل وتوم وطماطم، كزبرة خضرة، كزبرة ناشفة، كمون، بهارات سمك، عصير ليمون، شبت حبيبي وشبت قلبي وشبت روحي. طيب هل بعد كل ده يعني ما ندلوش حتى حبة زيت ولا نعمله ايه بمية؟ معلش احنا بنتكلم. قال لك ده انا نسيت. معلش. يبقى نحط زيت زيتون عشان يبقى كويس. هنقطع الخضار بتاعي عشان نعمل له صدمة يبقى ليه شخصية ما يتهريش مني. ما ايه؟ ما يتهريش مني. ده القرع ولسه الاونطة. قال لك لا قرع ولا اونطة ولا كله ايه؟ كده كده يعني. ونصلي على الحبيب واللي يقصده عمره ما يخيب. عم شريف ازيك يا عم شريف؟ جيت من باريس امتى؟ انا عرفت انت كنت بتعيد في باريس امبارح. ها الله ملناش دعوه بحد. قال له ملناش دعوه بحد. حبيبي يا سيدنا محمد. المادة السكرية بتعمل له خليه يعمل فوم. طيب هناخد شوية شاي. طيب نقطع البطاطس برضو. قول لي عارف يا عم شريف زمان من زمان قوي يعني كنا بنجيب السمك البلطي دوت بنسميه ايه؟ شبار صغير كده كنت بتطلع منه بطروخ اكتر قد السمكايه. تطلع منه بطروخ قد السمكايه. ما عادش البطروخ ده مش عارف راح فين، بيصدروه ولا فين ولا مش عارف. وراح في السمك البوري اتنقل على البوري. معلش هو برضو مناطق مناطق. تعالوا بقى ايه نتبل السمك عشان ايه انا رغيت كتير معاكم وما عملتش حاجه لسه ومقنتخ وعمال اشرب في شاي وهو عمال يلغيني ولا بيغديني. ده توم. بص بقى كده هنبدا ايه في البخل من دلوقتي. يجيبوا شويه توم نشتغل بيهم يا بلاش. بيجيب لي نادع التوم لايه؟ ادي شويه فلفل حراق. يا
يا ابني يا بتاع التوم يا مطمطم. طيب بعد شويه كرفس، دي التتبيله بتاعت السمك بتاعي، خلي بالك كرفس وتوم وفلفل كزبره ناشفه كمون بهارات سمك، باخد النص والنص هشتغل بيه. ادي شويه شبت وليمون وفلفل وملح. كده هنعمل ايه؟ التتبيله الحلوه بتاعت السمك. البطاطس بتاعتي لسه عندي الجزر والبطاطس ما شمعناها، ايه ما حطهمش في الفاتوره، قال في الفاتوره ولا في المانيفيستو. كان اسماء حاجات بيقولوها زمان حلوه قوي، بيقولوا بتشتغلي؟ قالوا تاجر بني فاتوره. ايه بني فاتوره دي؟ ما اعرفش. عارفها انت طبعا، اشتغلت في البني فاتوره قبل كده. طيب كده هنا نحط بقيه البطاطس بتاعتي. طبعا اهم حاجه ان نصلي على الحبيب. كده بعمل صدمه للفيجيتابلز بتاعي، خضار عشان يبقى ليه شخصيه زي ما اتفقت مع حضراتكم. ونيجي على السمك الحلو الجميل ده ونتبله. التتبيله طبعا دي مهمه عندي، اتبله بالايه؟ من جوه السمكايه. عندي سمكتين فيهم 2 كيلو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. نعمل ايه بقى؟ نتدلع. كده تطلع الفص بفصه كده وتاكله. بس لازم اهم حاجه التتبيله الحلوه دي. اهم حاجه جوه السمكيه وبره السمكيه. اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. نشبعه كده من هنا عشان ايه؟ يشرب. يا سلام لو خليتيه في التتبيله دي مثلا 3 4 ساعات. يا سلام كده. برحم دي بره كده وادي لها الاول البصل بتاعي وبعدين الزيت. ده شغل الحلبنتيشي اللي غيره وزيه مفيش. طيب
بص بقى يا عم الصدمه دي انا مش عايز اديله دقيق، مش عايز اديله دقيق. ادي البطاطس يا احمد شاور له قول له ايه؟ التوم كان انكسر يا احمد، ادي التوم يا احمد، محدش هيسمع حاجة خلي بالك، ده بيني وبينك ها؟ محدش فاهم ولا حد سمع حاجة، ما كانش عندي توم ناقص ولا حاجة. ما تعدش اهو، عايز تمشي تروح فين؟ نشقيت ده خير الدنيا، ده غيرك ما بكملش 5 دقايق وروح. لا حول الله، الشقة وحش. لا حول الله يا رب العالمين. الله الوكيل، انا مش عايز فيه طماطم ياما، عايزه كده يبقى ايه شكله حلو جميل. جمعنا كل البهارات دي على جنب اهو كده، بعمل لها صدمه كده. هتصلي على النبي يا باشا. ادي البهارات بتاعتي، طماطم، الله على الريحة، الله هنا بقى ده الجمبري بتاعي بس حلو كده في النص. شوية ليمون. خلي بالكو النهاردة يوم جميل وحلو وزي الفل، اكل زي الفل، مخرجين زي العسل، صباح الفل يا طيفة، انا زرنا طيفك في خيالي. نعم يا فندم، شيء يا عيني يا سد بقى بتاع 5 دقايق شغال، اشتغل 5 دقايق يا عيني، الله يعينك، والله انا قلبي عندك يا اخي، الناس دي مش قوي، والله غريب. انت جاي تاخد بيده؟ طيب يلا اكبر بخاطر. الثوم روح السمك، الثوم روح السمك. يجيب لي فصين ويضحك عليا؟ لا. وادي كده الجزر بتاعي اهو حبيبي يا رسول الله. طيب كده خلي بالكم الجمبري ده مش هحطه غير في الاخر، بس انا بحط كده باخد الطعم بتاعه الجميل ده، ومش عايز صلصه كتير في السمك النهارده، مش عايز صلصه كتير. حبه ثوم فريش اهم كده،
واطلع بالشريمب بتاعي. قال لي ما تركز معايا، شريمب ولا جمبري؟ قريب يا ما تزعلش نفسك. قال لي مرة تقول لي شريمب ومرة تقول لي جمبري ومرة تقول لي ريبيان. اهو كده. ده الصوص بتاعي بقى اللي هو اديله شوية مية. زي ما اتفقت مع حضراتكم مش عايز فيه طماطم كتير، لان السمك دايما ما بحبش الطماطم كتير. قوم بقى ايه، سلطان بيبر. خد بقى كل التوابل كده حلوه، اللهم صل على النبي. شويه كزبره خضراء، ادي شويه شبت. الشبت ده بيدي طعم جميل جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا ناخد فاس ونرجع تاني، ولا غير محطة ونروح في حتة. ورجعنا بعد الفاصل وكده، نحط الجمبري مع السمك. اهم حاجة حبة الصوص دول. ده مش هياخد 4 دقايق في الفرن او 5 دقايق بالكتير ويطلع. اهم حاجة عندي بقى حبة الصوص دول اهم، السقسقة دي. نخش الاوفن اهو. كده اللهم صل على النبي، حلاوة الحلاوة ونجاوة النجاوة. طيب هنعمل ايه بقى تاني يا سيدي؟ عايز اقول لكم البربوني من اغلى واحلى انواع الاسماك اللي هي يعني احنا لو نشوف الترتيب بتاعها. انا بالنسبة لي البربوني ده الجمبري رقم 1، البربوني رقم 2، المكرونة رقم 3 في الطعم الجميل. ولا بقى ادنس ولا تربت تتيس ولا الكلام ده كله، هو ده الاساس. هنعمل برضو صينية جميلة ويا رب تعجب حضراتكم. هنشوف مقاديره. هو غالي شوية بس خلي بالكوا في منه نوعين، في نوع بيبقى خليجي اكبر من كده ولونه بيبقى اورنج شوية وكبير، لكن البلدي اللي هو ده الصغير، هما الاتنين بيأدوا الغرض. لكن دايما بحب اكل الحاجة تكون لها طعم كده وليها شنة ورنة كده. طيب برضو دي عايزين نعمله صينية حلوة. طب ما انا رأيي
تجيب لي صينيه او طبق ازاز كده مدور كبير يعني، شوفوا لي حاجه زي كده والنبي يا جماعه يا حبايبي، كبيره زي كده ندخلها الفرن. ما لقيتوش هنعمله صينيه عاديه، واكيد هتلاقوا ان شاء الله. طيب قال لي بس اعمل التتبيله انت الاول وبعدين اعدلها ربنا. حاضر شكرا. زي ما اتفقنا مع حضراتكم السمك هو توم وليمون، توم وليمون بس. النهارده عندنا توابل ياما وحلوه، السمك توابل حلوه. عندي توم كتير اهو، بهارات، زعتر، روزماري، كمون او ملح وفلفل، ليمون، ادي جبت طماطمية سليمة احسن، يبقى صينية بربوني، ثوم وكزبرة وكمون وملح وفلفل وكرفس وروزماري وزعتر وكرات وبصل اخضر شرايح، طماطم شرايح، زيت، جزر مبشور، بقدونس، شبت، عصير ليمون، وشرايح ليمون وفلفل الوان. طيب وير از ماي نايف؟ اهي ابص بقى على السمك بتاعي والجمبري. يا صلاة النبي بدأ يفل اهو. يا عم طيفة ازيك يا عم طيفة؟ الله اذكر الله. حابني حد قال لي الصينية يا ابني؟ حد اللي قال صينيه ولا انا اتصرف؟ قال لي مفيش واتصرف. حاضر. كمان شويه. كل الخليط ده كده. خليه كده يشبع مع بعضه. زيت زيتون،
شكرا يا ابني، خلاص ما يهمنيش، ما تجيش ما تجيش. بص يا باشا اهو، نيجي بقى هنا شوية شبت، شوية كزبرة، شوية ليمون، هنطلع بالفرن بقى. الله 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 الله. بص يا عم تيفا، فصين توم سلام بس نقطعهم شوية، زيت زيتون انا بقى بحب اكل الارضيه دي، الطماطم والبصل ده لما بتبقى يخني كده حلو. امي كانت بتعمله في السمك السردين، كان بيبقى ليه طعم خطير، طعم خطير. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. قول يا فندم. طب ناخد فاصل ونرجع تاني، مش كده؟ مش عيب يعني، عادي عادي جدا. ناخد فاصل ورجع تاني ولا نغير المحطة ولا نروح في اي حتة. انا بعد الفاصل مع حضراتكم وكده بقى نسقسق. الصلصة الحلوة بتاعتي دي. كل حاجتنا على طبيعتها النهارده. لا سحر ولا شعوذة. ده جنب منه شوية رز ابيض وعيش بقى يا باشا. هو في صينيته كده اهو. يعني انا شايف انه مش وحش اهو. يلا بينا. حلو
والله انا يعني شايف ان في تقدم، يعني في تقدم شويه. حضرنا ايه تاني؟ احنا قلنا النهارده فسفوريات، يعني ممكن ننور في الضلمه. اروق بس الدنيا كده عشان الراجل ده ما يزعلش مني. واخد شويه شاي. مش ممكن اقعد على كرسي كده اضرب اشرب سيجاره كده ولا اي حاجه؟ ممنوع ها؟ حاضر ماشي. افضلوا كده انتوا بس ايه استغلونا غلط. الله 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 اللهم صل على النبي. لا 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 هنخش في الغويط. احنا عندنا شويه رز بالجمبري. اوعى اوعى. والحقني يا قلبي الحقني. الحقني يا قلبي الحقني. طيب. عندنا رز بالجمبري والكاليماري. رز بالجمبري والكاليماري. وانا عايز اقول لكم على حاجه حلوه محدش يعرفها غير انا وانتو. محدش يعرفها غير انا وانتو. ويبقى احسن لي ان انا ما اخليش الجمبري الصغير ده يتعب في السوى ويضمر مني ويبقى شكله عاطفي ولا سياحي. فانا اعمل له حركه كده حلوه مع بعض بحيث ان انا احطه في اخر لحظه زي ما بيقولوا لاست تايم، وايه عشان يديني طعم حلو. في شويه شاي تاني اهم. حلو ماشي. هنا في شويه كمون. خدوا بالكم بقى من الحاجه الحلوه دي. شويه من الزعتر، شويه ملح، شويه فلفل، شويه ليمون، ونسيبهم كده شويه. وادي بهارات سمك اهي. واستنوا بقى شويه كده عليه لغايه ما نشوف هنعمل فيه ايه. طبعا عندي الطاسه على النار لازم تسخن. نيجي بقى بالحله بتاعت الرز. هنعمل شويه رز حلوين بالشبك عشان تبقى ليه الليله حلو. الشبت حلو جدا. هو مش جديد ولا حاجه، ده هو اسمه ديل رايز، يعني الشبت بالرز. وده معروف ناشوناليتي، مش بخترع زي ما عم عبده بيقول انت بتخترع. طيب بعمل بعد كده بعمل ايه انا في السمك اللي انا تبلته ده؟ الجمبري والصبيط.
الله يا بلادنا الله. ادي الهوت ووتر، بص يا باشا اهو، خليها ميه كتير كده عشان ايه يستوي كده، ممكن اخده على طول على الشغل. طيب نبدا نشتغل زيت زيتون اهو، وادي البصل المفروم اهو. ثوم مفروم، وانا هنا بقول لكم على حاجه يا جماعه ما تزعلوش مني، يا عمي يا عم ارحمني بقى يا طيفه بقى، ارحمني بقى يا طيفه بقى من الحاجات الحلوه بتاعتك دي. ايوه اصحى بقى معايا، مرق سمك، زعتر، كرات، كرفس، بهارات سمك، الريحة طالعة عسل، الريحة طالعة زي العسل. طيب جمبري وكاليماري وبصل وتوم وفلفل الوان وهريسه وكرات وكرفس وزعتر قرفه مكعب مرق. طيب حاضر حاضر يا باشا. طيب كده نجيب دول على جنب. لازم يديله سنة طماطس، عم فارق صديق البرنامج وحبيبنا اللي دايما بيكبر بخاطرنا، الله يكبر بخاطرك. سلام عليكم يا حبيبي، جاي على ريحه الزفاره انت. خلي بالك الرجاله جايبين عربيه ومليانه عيش، ده اهم حاجه، والنبي يكون معاهم شويه جرجير وفجل. خلي بالك. وانت حداكم فجل برضه زي حدانا؟ ايوه. اصل انا عارف ان انتوا المناطق بتاعتكم. حبيبي يا شيف، ده بيجوا على الزفاره يا باشا. ايوه ايوه الله ينور والله. حبيبي يا غالي بصراحه، الحاجات بتاعتنا بتاعت الغلابه دي يا عم الحاج. تسلم ايدك حبيبي، تسلم ايدك والله. كل سنه وانت طيب يا غالي. وانت طيب يا حبيبي، صبح لي على حبايبي. كل الشباب بيصبحوا عليك يا غالي يا اللي مشرفنا. الله يخليك يا حبيبي. اتفضل يا عمدتنا، اتفضل ان شاء الله. نهارك قشطه يا عمده. الله يخليك. اتفضل يا عم. شفت الجمال ده يا باشا؟ قوم بقى ايه؟ قوم بقى ايه يا باشا؟ هنعمل ايه يا سيدي؟ ماشي مش مشكلة، كله في ايدينا. ادي بقى اللي انا بص عامل ازاي؟ استوى.
خد المرنيشن بتاعه التتبيله الجميله كده. استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، بس وعدوني لا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. يلا بينا نعمل بقى حبه الرز بتوعنا الحلوين الجمال. حبة زيت واد الرز. وعندي ادي بقيت الجمال والحلاوة دي اهي، اشتغل ازاي الفل اهي. شفت يا باشا الجمال والحلاوه ده اهو بالولد ده. طيب نقلب الرز بتاعنا بقى اهو. الرز دي الرايز، رز بالشبت. فين يا اهل الملامة؟ كان فين يا اهل الملامة لما لمتوني؟ النبي لو اوريك اللي في بالي. قال له هدك ربنا اللي بتفكر، قال له هدك اللي بتفكر فيا. اللي مزعلني زعلني بقى، يلا بقى ما قدر وخلاص. ادي شبت حبيبي وشبت روحي وشبت قلبي. طيب ومال عايز اظبط القعده بس كده عشان القعده دي مش مبسوطه. ابو انت متضايق مني ليه يا استاذ عبد اللطيف؟ استاذ طيفه امال بتقول لي مشتاقك ليه؟ قلت هتنور في الضلمه ان شاء الله. ايوه بالظبط بالظبط كده. يلا ربنا يسترها معاك دنيا واخره. الله يخليك دايما. بقابلني لو خدت حاجه. سطحيات. طيب هناخد بقى الهوت ووتر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. أي والله العظيم والنبي بصوا شايفين الحلاوة شوية تاني صغيرين. ايه ده 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 ادي الكفر بتاعها حلو كده يا باشا. تاخد غلوه بعدين نخش بيها على الشوايه بتاعتي اللي بتسوي على الهادي يا عم الحاج. ايه تاني عندي بقى؟ عندي شويه سلطه حلوين
كراب ستيكس مع الماء. لا ده حكاية، ده حكاية 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 النهاردة. الرز نجيبه بقى هنا اهو على الشواية بتاعتي، ونبدأ نعمل السلطة الجميلة الحلوة. اصابع الكابوريا، كابوريا اصابع، جمبري صغير، كابوتشا وفلفل الوان، ثوم وبصل، خل، عنب، عصير ليمون، زيت زيتون، جزر مبشور ومشروم وفلفل الوان وجبنه شي مبشوره، ساور كريم، مايونيز، زعتر، ملح وفلفل، وطبعا ايه كده يعني. ما هو كده كده يعني، اصل يعني كده يعني قلبك شاريني ولا بياني. قال ايه؟ جاي الزمان يداوينا. رد عليه بقى بزعيق وقال له هو ايه؟ من ايه؟ جاي الزمان يرازينا. طيب. نقلب بقى الرز تقليبة حلوة كده. يا حبيبي يا رسول الله. نعم يا فندم. يلا يا باشا انا معاك في اي حاجة. لا ناخد دلوقتي احسن. شباش افضل. معايا؟ أرن عليك يا باشا. ها
هسه هزنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير المحطة ونروح في احد. رجعنا بعد الفاصل وعندنا بقى ايه ده البصل الجميل لما نقوه في الخل. ادي مية الخل اهي او الخل بتاع البصل. هنا زعتر، خل العنب، شوية كمون، فلفل حراق، ثوم، ملح، فلفل، زيت زيتون، ليمون، وادي ساور كريم ومينيز. كده يا جمال النبي. حلوة حلوة صلاة النبي. هنحط نص الكمية من الجمبري مع الخل بتاعه والليمون. وادي اصابع الكابوريا كده. الوجبة دي غنية جدا يا جماعة، غنية جدا 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 يعني.
كده. السلطة بتاعتي مين يا فندم؟ يا مالك؟ الو، صباح الفل عليك يا مالك. صباح النور. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. وأمريني يا ست العرايس، عايزه طريقه عمل البان كيك. كوبايه دقيق وكوبايه لبن وثلاث بيضات وذره ملح وذره السكر، ثلاث معالق زيت، كوبايه دقيق، كوبايه لبن، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذره ملح، ذره سكر، اعجنيهم كلهم مع بعضيهم. بعد كده جيب الطاسه على النار اللي هي ما بتلزقش، يعني تدهيها بماده دهنيه. بعد كده غطي سطح الطاسه بالخليط وخليكي جنبيها، هزيها لما تتحرك اللي بقى على الوش التاني. ده البانكي تحشيه بقى حلو وحادق زي ما انت عايز. اقابل، شكرا على اتصال حضرتك يا بنتي. كده بقى نغرف الرز اهو، هوبا. بشملة، الو يا باشا، اتكلمنا تاني يا فندم. نعم يا فندم. يا عم مروان، استاذ مروان. اهلا يا عريس. اعمل ايه؟ الله انا في نعمه، انت اخبار سعادتك ايه يا ابني؟ الحمد لله، ربنا طمنا عليك يا عريس. طلبات حضرتك يا قمر؟ الحمد لله حبيبي. طلباتك ايه يا جميل؟ بيتزا. نعم، ايه طلباتك ايه يا حبيب قلبي؟ بيتزا. نعم يا عيني يا حبيبي، خدامك. انا كنت امبارح عامل بيتزا صينيه او على الفرن على في الطاسه، بس جميله قوي، جميله قوي قوي يعني. هاتوا نبي البيتزا، الله يخليك، عشان ما ازعلش مننا سيد العرسان. قال له نظرنا ايه تفك في مناي وانا بعبك. طعم الرز هايل. والبيتزا، البيتزا قدامك يا سيدي عرسان اهو. جلع جليع، جلع جليع. الله 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 يا عمي محمد حماده. الو يا شيف. ايه يا حبيبي،
عامل ايه؟ ازيك يا جميل؟ عامل ايه؟ امورني يا قمر. كنت عاوز وصفة الكريب. ما انا لسه قايلها اهو. حاضر هجيبها لك تاني على عيني. هات كوباية دقيق وهات كوباية لبن وهات ثلاث بيضات ثلاث معالق زيت ذرة ملح وذرة سكر هنخبطهم مع بعضهم كلهم في الخلاط او في الكبة او في ايدك بالمضرب بعد كده يا سيدي العرسان هنجيب طاسة اللي ما بتلزقش ندينا مادة دهنية ونحطها على النار مادة دهنية ونحطها على النار بعد كده بنهزها بتتحرك معانا بنطلعها ونحشيها زي ما قلت لحضرتك بقى عايزين نحشيها جبن بسطرمة لانشون حلو حادق شغال يا جميل وامرني يا قمر امرك ماشي طيب انا اتعبت المخرج معايا حقيقي يعني هو بقاله يومين ما نمشي وقال لي ارحمني بقى عشان انا عايز عندي شغل بس انا برضو كده بس عايز اعمل شويه حاجات كده اهوت خلاص خدنا على بعض بقى طيب هشكر عم طيفة مخرجنا الجميل واشوف حضراتكم بكرة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.